بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة حابب أتكلم عن رواية تغريدة البجعة لميكاوي سعيد. رواية تغريدة البجعة لميكاوي سعيد وصلت للقائمة القصيرة لجائزة بوكر سنة 2008 في أول دورة ليها، وأنا ساعتها لفت نظري جدا اسم الرواية. حسيت إن هو اسم مبتكر وجميل وجذاب، اللي هو تغريدة البجعة. وبعدين بعد كده لما قريت اكتشفت ايه السبب في تسمية الرواية بهذا الاسم. يعني هو اسم مش مجرد ان هو اسم جذاب، لكن هو اسم معبر عن احداث بتدور داخل الرواية. تغريدة البجعة هي بتتكلم عن واقع وسط البلد في مصر، وزي هي بتنقل دوت، مش بتوصفه، لا هي بتنقله زي ما عاشه الكاتب واطلع عليه عن قرب. عشان كده انت تحس ان الرواية دي حصلت فعلا، الحكايات الموجودة جوه، سواء حكاية اطفال الشوارع او حكاية البنت المتحررة او حكاية البطل اللي هو حياته فيها لخبطة الناس اللي عايشة في وسط البلد، كلها حكايات حقيقية. انت مش بتحس بده، انت بتبقى متأكد من ده وانت بتقرأ، وده جزء من جاذبية العمل وجماله. رواية تغريدة البجعة برضو هي تعتبر العمل الأشهر لهذا الروائي الراحل اللي هو ميكاوي سعيد، اللي هو عمله الأيقوني، لأنه هو فعلا ميكاوي سعيد كان عايش في وسط البلد بشكل أساسي. يعني حياته كانت في الشارع أكتر ما هي كانت في البيت. هو كان حاضر وموجود دائما في شوارع وسط البلد، ولذلك هو قدر ينقل الواقع دوت زي ما شافه، بلغة طبعا فيها حميمية وفيها طاقة شعورية واضحة تكشف بوضوح انه هذا الكاتب عاش تماما ما رواه وحس كل كلمة فيه. عشان كده كانت الرواية دي هي انجح حاجة ليه. بعدها نشر كذا حاجة، لكن دي ظلت هي الرواية الأيقونية والأهم بالنسبة لي. شكرا.